بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. الثقافية الليلة تستضيف لكم ضيفا من نوع خاص، شخصية مشهورة في الأوساط الثقافية والقانونية والسياسية، شاعر وأديب فصيح وحساني، رائد الحداثة في الشعر العربي الموريتاني، ومن أوائل الموريتانيين الذين احتكوا بالمثقفين العرب في المغرب العربي وفي المشرق. له دواوين شعرية وتآليف في شتى مجالات الحياة السياسية والثقافية. انخرط مبكرا في الحركات التحررية وألف السجون والمنفى، ثم أصبح محاميا ناجحا وأتيحت له فرص الدفاع عن المظلومين ولم يضيعها، فتعهد في كبريات الملفات التي طرحت أمام المحاكم، واشتهر بمرافعاته الناجحة التي يمتزج فيها القانون والأدب والتاريخ. حقيقة لم أستطع أن أجد لقبا جامعا لكل هذه الصفات، فعجزت أمام ذلك وقلت إن كلمة الأستاذ يمكن أن تكون أقرب لجمع كل هذا. ضيفنا هو الأستاذ محمد دنولي الشدو، وسنركز معه أساسا على الثقافة ونترك المجالات الأخرى للقاءات قادمة إن شاء الله. قناة الثقافية ترحب بكم أستاذ. أهلا وسهلا، وأنا أرحب بقناة الثقافية وأرحب بكم أنتم. أطرح عليكم السؤال الأول، الثقافة الموريتانية نتحدث دائما عن ثرائها وعن كونها لم تعش مرحلة الانحطاط التي عاشتها بعض ولا جميع البلدان العربية، فهل نحن محقون في ذلك؟ وهل ما زالت ثقافتنا وألقها على نفس النسق إلى يومنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن كثيرا ما نقوله عن ثقافتنا صحيح، وهناك أيضا مبالغات في بعض الأحيان. والثقافة هي جزء من الدنيا، والدنيا كما تعلم خضارة أيكة، إذا خضر منها جانب والله جف جانب. وثقافتنا رغم ما قلتموه عنها وما نقوله جميعا وما يقوله الآخرون، قد عاشت خلال عقود من الزمن فترة صعبة، وخاصة تلك الفترة، فترات صعبة وخاصة تلك الفترة التي كثيرا ما عبرنا عنها بسنوات الجمر، لأنها لم تكن في مقدمة الاهتمامات، إن لم نقل أو نلجأ إلى بعض التعارف الأخرى. هنالك ضابط ألماني مشهور اسمه جوبل، كان يقول كلما ذكرت الثقافة قفزت وتلمست مسدسي يخاف منها من الثقافة. والحمد لله منذ نحو ربع قرن وهنالك محاولات أساسية لبعثها ولإحيائها، لكن وأنتم أعلموا بذلك ما أفسده الدهر، وخصوصا عقود من الزمن، من الصعب أن يحيى ويبعث في فترة وجيزة. صحيح. وهذا بعض من 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 مشاكل ثقافتنا. لقد حيي بعضها وحييت في بعض المجالات، وما تزال ميتة أو متأثرة في بعض الماضي في مجالات أخرى. هذا صحيح، وهذا الماضي ماضي البعيد. هل المستوى الثقافي هون، المستوى الأدبي، صح ما نقول عنه ما كنا فوق الجميع، والله زاد شي دون ذاك؟ والله نحن ربما نكون المجتمع البدوي الوحيد العالم، صحيح،
أو ينقال عن معاني المنغوليا. لا شك أن الثقافة تطورت تطورا كثيرا وبلغت مدى ما لا بأس به في ظروف صعبة جدا عشناها. كظروف وهذا التطور عبارة عنهم الشيخ مختار البونة في قصيدة ذيك اللونية ونحن راكب من الأسرار في مطرنا أجدوا العصر قدرا دون أبنانا قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا أما رجال غصف فزنهم بالخطوب ولا تقم لنا العين دون الفعل ميزانا. منين نشوف الشيخ محمد الهدالي مسافر من قبلهم الى الداخل الى ودى التوارط الورق. تعرف عن الناس اوائل اللي اشتغلوا شو الشغل ما هو معقول ولا شاركنا احنا وهم الشيء الهمه والاندفاع اذا قارن ظروفهم ظروفنا نجد انهم انهم رجال الشدة قهروا الطبيعة وقهروا الجهل وقهروا انعدام الوسائل وخلقوا ثقافة عالمة عالية ونحن عندنا ياسر من الامكانيات والله المستعان. سأطرح عليك سؤالا ربما يفاجئك. نحن وهم عاشوا زمنهم ونحن دولة عصرية عندنا مستقبل اقتصادي واعد، فهل لا يمكننا أن نقيم نكتفي بهذا من دون الثقافة؟ بماذا تفيد الثقافة عادة؟ هذا سؤال هام جدا ولا مفاجئ. الثقافة ونختار نوضح عن الثقافة ما هي فيها خصلتين، خصلة عامة وخصلة خاصة. الخصلة العامة اللي هي محل القيادة في كل شيء، فبدون ثقافة لا يمكن أن توجد حياة مادية بعدها، لأن الحياة المادية بجميع أنواعها كانت نتيجة للثقافة. صحيح الفكر. هون نتفقد عبارة بسيطة بعد قد تكون خارجة الموضوع. لا يوسف محمد يوسف مقلد راجل لبناني قاعد موريتانيا كتاب يقول ها هي موريتانيا أصبحت كتابا. صحيح مقدمة كتاب موريتانيا والعرب البيض في إفريقيا السمراء. ها هي موريتانيا أصبحت كتابا وما من بلد يستطيع أن يكون بلدا إلا إذا أصبح كتابا. الطيار لولا الثقافة ما يخلو، والبرق لولا الثقافة ما يخلو، والتكنولوجيا بجميع أشياءها لولا الثقافة ما تخلو. والثقافة وهذه الأمور كلها وجميع ديمقراطية لولا الثقافة ما تخلو إلى آخره. جميع ما في العالم من شيء كان فكرة في رأس مثقف أو أديب أو شاعر وتخيل في مخيلة أديب أو شاعر قبل أن يكون شيئا ماديا. هذا من ناحية العامة. ناحية الخاصة الموريتاني قد عودوا كثرة قائله سلعتهم لولا لا ثقافة. منين تعود الثقافة ما يخالق حقيقة. صحيح ما عرفوا بالثقافة ومنين تمر لهم الثقافة لي وهذا طبعا هذا المبحث يمكن أن يطول. لأنه نطرح عليكم سؤال تطبيقي شيئا ما وربما مفصل عن عن عن, عن, عن الأسئلة الأخرى. من المعروف عن ما يتعلق بهذا الأدب وهذا الشعر الحداثة عنكم من رواد انتم وشاعر احمد ولد عبد القادر قصيده التفعيل واستقبطتها الناس وزيانت عندها يا غير، لماذا ما تمت وعد وجه
المجتمع ما ذوقها في النهاية والله ما تقبلها، هذا حق والله. سابقي جاوبك له نعلق شوية اللي قلت لك. احنا عرفنا حكم الثقافة والله عطينا لمحات عنها غير ما عرفنا المثقف. المثقف من هو؟ المثقف من هو؟ الناس منها ما شان المثقف اللي يعرف. وهذا لا أساس من الصحة. فكم من عالم ومن دكتور ومن ومن موسوعة هو ما هو مثقف. وش نص؟ هو ما نقدر نقول لك لكن اللي انه يحمل اسفارا غير مثقف. هو العارف والعامل والله والعامل بالضبط. العارف الذي يحتوي ويحوي جل معارف شعبه وجل معارف عصره، ولكنه مع ذلك يحمل هم شعبه أو أمته أو هم الإنسانية جمعا. هو السائر على هدى، يعرف الواعد شنو هو عنده أهداف. هو يقول ما يعرف الواعد قال بعد هم يقيسوا. هو من يتخيل ومن يستشرف يستشرف الحلول لهم أهله وهم البشرية جمعا. هذا هو اللي مثقف. أما الذي يحمل أسفارا ما هو مثقف. وقد تجد أناسا معرفهم محدودة وهم مثقفين. قد نعطي مثلا مثيلة ربما تعود قد سمعت بها علين بيطو الحيب الله مثلا وولاد مانو وسدهم اللي نجرتو وسيد أحمد لاولي هذو يقعدوا ما عندهم من الثقافة، لكنهم مثقفون لأنهم يحملون هم أمة هم مجتمعهم، ولن يخلق له كامل من الرقي كان والله إلا تحت تخيل. نعطيكم اللي راجع قريبهم محمد عبد الله الكلي الله صاحب القصائد الجميلة الله هو ما عارفه بالعربية محدودة يقول شو من القصائد الزينة وش من الآراء الزين اللي مقتضى أنه يحملوا هم زين. حتى وللرجوع إلى سؤالي نعم هناك سببان. واحد الذائقة عموما وقد لا تكون قاع هي السبب الأساسي على بعض خارج الموريتانيين أساسا شعب المليون شعر. ما معنى شعب المليون شعر؟ وقد اختلفت أنا ويسألنا الإخوة عليها ما هم كل واحد منهم يقول الشعر لا غير يتذوقون جميعا الشعر. نيتر الراعي في البادية تلحق يتذوق الشعر تلحق يحكي منه شيء ومنين تحكي له منه شيء يتأثر به ومنين ترى الفلاح كذلك إلى آخره إلى آخره. هذا شعب المليون شعر طبيعته اللي عايش فيها كانت طبيعة حكما جاهلية، والطبيعة الجاهلية أكثر تماشيها مع الشعر العمودي الجزيل، وهذا هو الرواسب من هذا ما زالت عند المجتمع أكثر. قال لي شارح عبد القادر المقطع راجل قصيدة وليت درك وشاعت زيانة عند الناس جاوب رجال منهم قالوا احنا نختار تسمعنا قصيدة عند الدرك ليلة عند الدرك. قاموا حكى عليهم اللي حكى عليهم وفهم حكايته قالوا الحمد لله اللي وفى لما رنقرق الحمد لله الله اللي تقطعت بيه لما رنقرق
هذا واحد اللي قال المختار المداح يرحمه عنه كلام الشعراء. هذا واحد اللي سمع غير هناك سبب اخر وقد يكون اهم. شنو هو ذاك السبب؟ نعم هو التخلف والجمود على النص. ما على النص على الشفاهي تبع قلت اللي هو انا قاعد يضع لك له عباره والضحاله. الضحاله الضحاله قالك مادة سلكتم الضحالة تحلق في جميع الاتجاهات وخاصة الشارع الحر شريطة وجميع النوابغ الشارع الحر فاتتق نسابه الشعر العمود الشعر العمود صحيح. أنا هم ما جاءوا ما رصوا جاءوا الشعر جاءوا عبر سلم سلم إتقان معارف الشعراء قبلهم المجتمعات قبلهم العربي أهم نسبة الشعر العربي حد متخلط مع الضحال أو لديهم ولي الكثير من الأرصدة الثقافية العالمية من يعود الرقاش لا مرصو للشعر الحر يعود شاعر ما قال لك قاعد رقاش يعود شاعر ما هو متمكن ذاك التمكن من 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 ذا التراث الأدبي والثقافة يقلها ياسر لكن لا يقول من الشعر الحر قد يعود ما يزال عند الناس إذا بالنسبة لهنالك عاملان أو محبطان الذائقة لدى المجتمع الموريتاني والضحالة لدى بعض الشعراء. هذا جيد. هل ممكن تعطونا نموذج من بدايات الشعر الحر في بلادنا؟ الشعر الحر في البلاد هون أول قصيدة قالت منه هي قصيدة طابو ليك ليك لك أنت اللي يعني 67 ومعروفة هي أول قصيدة من أنها مقاطع شوي للمستمعين ما عرضها وقع واعر عريضه الشعر هذا قاع ما عرضها كامل الشعر كامل ما عرض له أربعة أيام هي وتبت ليلة عند الدرك لا شاعر ليلة عند الدرك ما هي بعيد منها ليلة عند الدرك 71 وهي 87 68 انتم ديك الساعة انت والشاعر والله انت بعض الحاضر ديك الساعة جيتوا للشعر الحر اتباعا للموضة والله انتم من روسكم زين عندكم لا وسيلة من وسائل التعبير طبعا وصلنا لها من خلال رحلتنا مع الشعر وهذه هي طابور من صور الحياة في كيف سنة 1967 67 تكتيك ساعه وطابور تلبتهم واللي 67 انت في 67 كيف اخبار فيه تشتغل فيه؟ حتى تحول تعسفي وتلبتها الارض السليبه 67 ايضا غير خارج منها وتلبتها ايضا 67 للقضيه الفلسطينيه في باريس هذا كامل يجبر في ديوان اغاني الحياه اغاني الوطن معناها الحياه الشابي هذا اغاني الوطن وتلبت ذاك مولي قصيده اخرى حره قالها والله شبه حره قالها ذكرى 15 ايار وهناك قصائد سبو لين طابور تقول تحدث عن حياه مره عاد الران قدام الطبع الشيء المريض ثلاث ساعات تدور حول الصخور بين القبور طابور قال لها ترجع الطابور طابور تتساءل طابور يا دكتور طفلي يموت بباب المستشفى بدون دواء يا للمصير أين النصير أين الضمير طابور
طابور خلق الله ذاك. أمرك يا دكتور. الدكتور ما بين خلفي يدخل العظماء، يدخل الأغنياء، يدخل الأصدقاء إلى آخره إلى آخره، حتى أنك ذاك شعيسة. يتسامرون ويضحكون باطمئنان في أمان، يشربون يدخنون وينتقدون. هذه الفوضى، هذه الضوضاء، هذا الوباء، هؤلاء البؤساء، هؤلاء الأشقياء، إنهم حقا مضحكون. الفوضى مواسين الناس اللي خلقناهم، إنهم حقا متعبون ومتوحشون. لماذا يعيشون؟ ماذا يريدون؟ إنهم حقا مضحكون. لماذا يعيشون؟ ها 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 ويخرجون. يا دكتور طفلي يموت، انتهى العمل، وقت الحاج، ارجعي ارحمني، لا امل، عودي المساء. المساء يا للشقاء، طفلي يموت لباب المستشفى بدون دواء، ثلاثة أيام بدون طعام بدون منام وسط الزحام، خلف هذا الباب أنتظر العذاب ليقابل الدكتور لينقذ وحيدي من الممات، لكن هيهات. وتمضي الساعات كأنها قرون من جنون، وجاء الدكتور، صاح الجمهور، وضع خطير، طفل يموت، طابور، وانطفأ النور، سنفور. غريب كون هذيك الساعة كنا نعرضوا هذا بسهولة وجيد حتى. هي قصيدة طابور. إذا نختار أقصر هي نحوز بكم على الشيء. قريب لي أنا كان يقد نكرد لكم باطليت للغنى. أنتم أستاذ معروف عنكم مغني وشاعر، إلى عدت عندك فكرة تختار عجلان علت عجلان علت توخرها تعبر عنها أولا بالشعر ولا بالغنى؟ بهم الاثنين ولكل مقام مقام. من هما لائم ذاك ذاك الظرف ذاك الظرف. نعطيك بعض الامثله. مره كنت قدام محكمه الواليبو قدم على القضاء، وكان قبيل حرب العدوان للعراق سنة 91. في درجة من الألم والقهر ما هي معقول، وقدام المحكمة فإذا بالعريضة كلها تتحول إلى ما تحول شعر غنى، تحول شعر شعر، تحول شعر شعر. زين هات. فكتبت على ظهر العريضة قسما بالحرمين وبلاد الرافدين وأبي الهول وعمر وخالد والحسين، لن يدوس الغرب شهرا أرضأ للقبلتين، ويظل النفط حكرا في يد الباغي لعيني، طال شوقي لحنيني، نحن في الدرب رفاق وتقدم يا عراق، أذن الفجر وولى الليل حل الانعتاق، هذه بدر شديدة فنهض ونحمي العقيدة، وفلسطين الشهيدة وترابا دنست زمر البغي البليدة، طال شوقي لحنيني، طال شوقي لحنيني. يا مغربي يا حبيبي يا شمالي يا جنوبي، إنها حرب الصليب فاستعدوا للخطوب. تقول إن إنها حرب الصليب إنها أثرت عليك نعمة. الله يسلمك يا أخوي. مرة تميت خلاها مرة تميت في بي ام سي هذا البنك، ما عدلش من الإجراءات الاستشارية إليه، هو لي راجل يمشي مشي خاسر،
سويتهم للراجل أخبار وشنو. اللي هذا من الناس كانت مكروده ذاك الزمن. هذا الله. وعدل بشنو التعذيب لين عاد مشو خاص، تعذيب داخل لعاد مشو خاص. فورا عبرت تعبير جاهز. نحن يا دا يرحمنا وتقول انك تبغينا مونا ادم مونا ادم ومونا حواء ومسلمين حق هذيك صارت نسيت اين اللي قال بالمسلسل المسلسل الديمقراطي شمس الحريه طالعه في اسمها هذيك الساطعه ديمقراطيه نابعه تسامح ماضينا بين اهالينا شائعه مواطي حد علينا الى اخره تعرف الله اذا حسب هبوط الشعر او الغناء بورصة الشعر و ما هو ما هو البورصة هي البورصة البورصة الثقافية لا 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 ما هو البورصة ولله المثل الاعلى الوحي الوحي حسب نزوله من جهة حسب المجالات ما تعرف عن الناس عاد تؤول كل شيء كل كلمة تؤول وتعود رواية خاسرة يقول لك نزول الافكار وقلت لك والله المثل الاعلى نعرف الناس اللي تدور تحاول تدخل خلال ذاك سلاحه العاجزين صحيح تهويل الخاسر سلاحه العاجزين نعم خلال السبعينات من القرن الماضي زمن حركة الكادحين نقولها صراحة والنضال في أوجه من ملاحظ عنكم لجئت كثيرا الحركة لجئت كثيرا للغنى والشعر هل أفادا حقا ظهر لكم عنهم كانوا 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 دورهم شنو هو في التعبئة كانوا أساسي ولا هم اللي ذاك الزمن دورهم عقب ذاك ودورهم ضرك انت ما لك الحد الثاني انت واحد من اهل من عصابة الأربعة عرفنا في الثمانينات الله يرضى تقول السبعينات يا الملي أثر في الثمانينات وأثر في التسعينات وأثر في 2000 وما بعدها ظل دورهم أساسي تعرف عن تلمسي ديك الساعة فقدني تلمسي نختي نسمعها تعرف عن تلمسي ديك الساعة الله أنها تركت هي شنو سببها؟ أثرا كبيرا وفي منين مقيولة؟ هي في منين مقيولة؟ هي مقيولة في السجن الانفرادي الباسكو وعنوانها تلمسي وهكذا الدهر في السجن الانفرادي في باسكو غناها الفنان الكبير محمد الله مداح وصبعت قصيدة من الأدب الغنائي الله من عجيب العجيب أن تلمسي تصبح اليوم ذات شأن بنفسي ها أنا اليوم في تلمسي أسير أي عهد بيني وبين تلمسي أين مني عرائس البحر أين القبل مني وأين مسقط رأسي نفحة من عبير تلك الروابي كيف تغدو هنا رهينة رمسي ونشيد وميض من فجرها قد تلالى كيف يخبو ليلها جد مغسي ونشيد مما غجوك أصيل كيف يحلو دون تماس وكرسي كما الحد الثاني بسكي بسكي وبيوم هناك كنت سعيدا بين إنسي وليلة طاب أنسي أذهم البدر في الشباه في الشفاه رحيقا ملء نفسي وصهوة الشمس كأسي لا أبالي بحادثات الليالي أنفق العمر بين جن وغرسي أقفرت تلكم الربوع وذلت بعد عز فيومها غير أمسي حين غابت بنو أمية عنها والبهاليل من بني عبد الشمس ذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي هذا البيتان لشاعرين قبلي لكني أخذتهما للدم زين حت هكذا الدهر من أساء فصبرا
سوف يصفو من بعد كد وبؤسي. يا بلادي أحببت فيك ضياعي وبظلمي رضيت فيك وبخسي. لست أبغي في الكون عنك بديلا وعزائي أني بأقصاك مسي. والدة رحمها الله جاءت لأحد وزراء الداخلية زمن ذاك لقام الجبرية وقالت له أنها تختيرني يجي عن الوالد رحمه الله يحتضر. قال هو مخرب وكذا وكذا والناس اللي ضد اللجنة العسكرية ضد النظام العسكري. قالت له أنا بعد يولي لا نحكي لك بيتين هون هم اللي يجسدوا أفكاره. يا بلادي أحببت فيك ضياعي وبظلمي رضيت فيك وبخسي. لست أبغي في الكون عنك بديلا وعزائي أني بأخصاك مسي. كي هنا اسمح لي له نزيدك شوي. كي هنا قلت عن الأمور هي تفسر تفسيرات خاطئة الله متعمد فعلا. أين مني عرائس القبلة البحري أين القبلة مني وأين مسقط رأسي. حاول بعض الناس أنه يفسرها الشعور الجهوية وأنا بعد الجهوية لأني مطبيعي قال لموريتاني لكن قلت مع خالق قصيدة خالق قصيدة هون في الديوان عن حد رجع له دور أجبر الأخبار قال ابتهال. مضى بكحولة حول عينك عليه مضى بكحول أم وجيل جيل أبادته صروف الدهر قبلي. وقفت على التجاري إلى يميني وعن يسراي أنظر ديدق لي. وفي تنبضغ للماضين ذكر يذكر جاهلا قد ضل مثلي. ولا عرام والكركار مهدى حضارة معشر الله من نبلي نبلي الله إلا حي. وها أنا واقف أبكي بقفر على سيد أحمد في سور ملي. استحملكم الله. الله تحرك في فؤادي ألف داء وهاجت لوعتي ملي بوصلي. إلهي رحمة إني غريب فكفر عن ذنوبي وامح جهلي وسدد للمكارم والمعالي خطى خلف غضيض الطرف طفلي. ما زين حتى وين هي قصيدة رجوعك لتونس بعد فراق بعد فرقة دهرين همك تزير الشجون. شجون فيها تنفع ما يخسرش همك بالأحضان في الأحضان فعلا جيت تونس بعد فرقة دهرين وأثارت شجوني و قلت هذه بين الأحضان فكتبت بالأحضان 21 يا بلادي أحببت فيك ضياعي وبظلمي رضيت فيك وبخسي. لست أبغي في الكون عنك بديلا وعزائي أني بأقصاك منسي. تحية إلى تونس الخضراء بعد فرقة دامت 33 سنة. عدنا لربعك ثاني الأوطان لنجدد العهد القديم بثاني. عدنا لربعك هل تبارك حجنا وتحيطنا بالعفو والغفران. هذه حشاشة مهجة تصبو إلى هذا الأريج الساحر الفتان. من هنا هلت فعللوني إنني أشتاقه كالمدمن السكران. أنا من أنا إن لم أكن أغنية أو زهرة ترتاح للبستان. بستاني يا تونس الخضراء إني عاشق أينعت فيك وأورقت أغصاني. إني فتاك
إني فتاك أتذكرين شقاوتي أم قد طوتني أزمن النسيان لا تنكريني إن رأيت ملامحي وقرأت في وجهي هموم زماني فأنا الذي قد عشت فيك مدللا ألهو وأطلق للشباب عناني ما كنت أحسب أنني أبلى ولا أن التغير يعتري وعراني فأنا الذي قد عشت فيك مدللا ألهو وأطلق للشباب عناني ما كنت أحسب أنني أبلى ولا أن التغير يعتري وعراني يا برد حيث يا برد أين البحر في عينين في نهج الرميل تعيش في وجداني إن تنسني في المتروبول تذكرت والمسرح البلدي لن ينساني أين الذين عرفتهم يوما هنا تركوا هنا أم جاء خلق ثاني لكن لا رجعت لتعرف المدينة لم ياسر مشي بنزرت قد عشنا هنا أحداثها وعلية تشدو بني أوطاني ومعارك الأوراس عشنا هولها في بعدها الوطني والإنساني أين النعيمي عالم الجزائري كان لاجئ أين النعيمي كان يجلس ها هنا يدعو إلى التحرير والرحمن أنبوب طالب سنغالي والبكاي طالب مالي أنبوب والبكاي أحمد حوله والشيخ زين العابد التيجاني أقبعد خليفة التيجانية وجماعة البيضاني قد كانوا هنا في فندق في شارع اليوناني أقوى وأقفر منهم منهم وتفرقوا فتقرحت لفراقهم أجفاني أقوى وأقفر منهم وتفرقوا فتقرحت لفراقهم أجفاني وشيوخنا من علموني عطفهم ما عاد منهم واحد يرعاني وشيوخنا من عودوني عطفهم ما عاد منهم واحد يرعاني إني هجرتك إني هجرتك في نزال رمته أبليت فيه مثل ما أبلاني ما ضاع سعي لحظة فبفضله قد عربت وتحررت موريتاني عمر عجيب كم خبرت خلاله ألم الجحود ولوعة الحرمان واليوم عدت إليك يا معبودتي كي أستريح إلي بالأحسن البيت قبل الأخير شنو عمر عجيب عمر عجيب كم خبرت خلاله ألم الجحود ولوعة الحرمان لا سوت كان بلي قبيل أنا أعد الحلقة خممت وقع العنوان اللي برد الى خلاق في تقديمكم ولا اجبرت ما هو انه كنت نقول عنه فلان ذاك المخمرس يقولون امر عجيب اذا الوقت يطاردنا قبل نهايته لنسولك عن مصطلحاتهم ولا تجاوبني فيهم بكلمه والله كلمه شيء صيف ما معنى تبيضين عندكم تبيضين تبيضين جوهر ما هو شكل ولا هو لون وإنما هو جوهر ولا هو قومية ولا هو ما هو شكل ولا هو لون ما هو شيء وما حنيني نوفي لك نعم نعم ومحق أنك نذكر سلسلة مقالات كتبتها والله والله تحت عنوان اتقوا الله اتقوا الشعراء والله جبت ثلاث تمثيلة للتبيضين في آخر المقال واحد عن كوري واحد عن نصراني واحد عن مرة من الموريتان اللي عن الكوري اللي قلت عن محمد دولة بن مقدان سيبا اقطع بيك انت الشيطان مالك واحد 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 شدور شيباني السودان ما يتملك زغبك أحلى الله هذا نموذج من التبيضي نموذج آخر عن فرال فراد نصراني كان والي كيفك وعدل
مضرب التنس. التنس ومنين ذات جزلو هو السيد اللي معاه لغاه. لغاه اللي عقب قال عنه هو يحكم رجاله اساسيين. فهم زين العبقري والشيخ الغوث والمحمد الراضي والمختار الأحمد العثمان الله وغيرهم كثير عنهم الرجال ذو السادة وامثالهم من علماء وأدباء وشعراء وقادة عن حد يقودهم ما الله يعود ما تعود يلعب تنس مع إسرانية في كل وضعية وأخذين ركابه وأخذين ركابه هذا نموذج الله نموذج آخر أقرب المرأة قلت عن خالقين شباب موظفين قط كانوا يشتغلوا في القضاء وخاضوا من إحدى بوتيك في العيون وعلقوا سيدات في البوتيك تعليق عادي دري ومنين مشاو مشاو الشرطة وعتقلت بوك السيدات قامت الناس وتحركت ودخلت مباركة أرحمها متشح أخير أرحمها قامت ماشى برا أغم ضعف ما وحلت ذي الوحلولي قامت ماشى وجات لقومها ولحقتهم في البيت وسلمت عليهم وقفت في باب البيت قالت لهم ولادي والضوء مات لأخالي حق ضعم الله كذا بعد ما إذن هو هو جوهر هو ثقافة لا عنده علاقة بالشكل لا عنده علاقة باللون ولا بالقومية ولا بالدولة. سؤال آخر وربما أخير المصطلح اللي عتما تعرفه قد توجهوا لي عن عاونك فيه تشوعير نعرفه اللي اتحميت أنا وانت عليها تشوعير أغلى علي من تفسيره وظاهر لي أنه يقد يعود ينقال باللغة العصرية حسن الأداء يقد يعود ينقال وقد يعبر من اللي عنه بتفاعل بصدق صدق الفنان وتماهي مع ذا الإلهي يقدم الجمهور لا يقدم الجمهور ومنين أثرت هالي خالق شو من الشعراء وشو من المغنيين وشو من الفنانين وشو من الأدباء يعدلوا شو من المسرحيات وشو من الكتاب يعدلوا شو من المسرحيات مسرحيات ما هو من قد المسرح من قد التكلف تكلف الضار يكتبون ما لا يؤمنون به ويؤدون يغنون ما لا يطربهم عن جهل وما لا يتفاعلون معهم حال. وإذا كتبوا يعطيك شيء تعود قريب لك مع أننا قاعد فارفة قريب لك كان إذا كتبوا لا ينقحون ما يكتبون ما عندهم مسؤولية تجاه المتلقي سيكي اللي ضحية لدوية لدوية فارغ تاريخ مزور الله هذا في مجال الثقافة أدوية فارغ تاريخ والله أدوية مزورة صحيح حقيقة وحكما هذا من أمراض الثقافة اللي مضيعة قلت تشوعير قلت شوعير شكرا جزيلا حقيقة حلقة واحدة مع الأستاذ لا تكفينا شكرا لكم أستاذنا على قبول الاستضافة وشكرا لزميلين الشيخ الكعباش ومحمد والسيد محمد اللذين أشرفا على الجانب الفني وكل الشكر لفندق الراحة الجميل إدارة وعمالا على استقبالهم لنا في هذا المكان الطيب المضياف وإلى حلقة قادمة استودعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا